مبلغ خرافي، مبلغ خيالي، مبلغ تاريخي تقدم به ناصر الخريفي مالك باريس سان جيرمان إلى نادي العين الإماراتي من أجل التعاقد بشكل سريع وعاجل مع هداف الأولمبيات وحش المنتخب المغربي سفيان رحيمي. فإذا كنت من عشاق سفيان رحيمي بصفة خاصة وعشاق النجوم نجوم المغاربة بصفة عامة، لا تبخل علي بالضغط على زر اللايك وزر الاشتراك، وفعل كذلك زر الاشعارات حتى يصلك كل جديدنا فيما هو قادم. ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية ان نادي باريس سان جيرمان تقدم بعرضه الرسمي الاول الذي يقدر ب 25 مليون يورو، يا عفو الله الرحيم، إلى نادي العين الإماراتي من أجل التعاقد مع سفيان رحيمي. كما ذكرت ذات الصحيفة أن مسؤولي العين الإماراتي منفتحين وبقوة لبيع رحيمي إلى باريس سان جيرمان بعد توصلهم بهذا العرض الضخم الكبير. سنرى خلال الساعات القليلة القادمة صفحة باريس سان جيرمان على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترحب برحيمي. مرحبا يا أسد يا مغربي، تلعب بجوار زميلك الأسد المغربي الآخر أشرف حكيمي. الجدير بالذكر أن سفيان سيكون عقده مع البي اس جي يمتد لمدة 3 سنوات قادمة. كل التوفيق يا سفيان، كل التوفيق يا ابن المغرب الكبير.